ضعفاء. كيف هذا الضعف يتحول الى قوه بنافله الليل؟ واحد عندما يوفق لنافله الليل يشعر بهذه الطاقه ويشعر انه قادر على التغيير. قراءه القران توجد هذه الطاقه طاقه التغيير. واحد عندما يقرأ آيات القرآن الكريم يشعر بهذه الطاقة يشعر بالقوة في داخله وكثير من الأفراد بآية واحدة تبدلوا قضية فضيل معروفة الآية ماذا فعلت هذا يعاني وضع هذا الرجل احنا كثيرا ما نشعر بان وضعنا وضع غير طبيعي. مو هو الوضع الذي ينبغي. لا نرضى هذا الوضع لذواتنا، ولكن من تمكن؟ من تمكن من التغيير، ليش؟ لان ما عندنا قدره، ما عندنا طاقه على هذا التغيير. الشيء اللي فعلته هذه الايه الكريمه انه اعطت فضيل هذه الطاقه. فجأة وإذا به يتبدل تبدلا كاملا، احنا ايضا كذلك الافراد الذين تحولوا الافراد الذين تبدلوا منو كانوا؟ آية واحدة قرأوها تبدلوا خطبة واحدة من نهج البلاغة تبدلوا موعظة من خطيب تبدل، نظام العبادات من نتائجه إن لم نقل من غاياته إيجاد هذه الطاقة